والشر إذا انفتح انفتح. وإني لأعجب حقيقة من أولئك الذين ينازعون الحكام فيما يقولون في خطب أو في بيانات أو في تغريدات، أو يتحدثون عن أحوالهم الشخصية وعن مجريات حياتهم أو عن أمور لا تفيد المجتمع، أعجب من هؤلاء. كيف شغلوا أوقاتهم معظمها في مثل هذا الأمر، وتركوا ماذا؟ تركوا عوام الناس يقعون في مثل هذه البدع ومثل هذه الشركيات. فأين هم من دعوة التوحيد وبيان التوحيد؟ لأن التوحيد إذا بقي، ولو اقترف الإنسان ما اقترف من الذنب، فليس كمن ذهب توحيده ولو كان عابدا، لو كان يصلي ويصوم ويفعل ويفعل، لكن التوحيد ليس توحيدا صحيحا، فتلك العبادات هباء منثورا. ولا يعذر أحد في مثل هذا الزمن بجهله، لا يقول إني جاهل، ليس هناك جهل. ما يأتي إنسان ويقول والله إني جاهل لا أدري. تدري، لكنك فرطت ولم تأخذ من أهل العلم الذين يربطون علمهم بالدليل الشرعي. ولذلك ماذا جنت الأمة من منازعة الحكام والخوض فيهم وما شابه ذلك، لو أن هؤلاء اقتفوا سيرة السلف رحمهم الله، وقبل ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شأن من شؤون حياة المسلمين، لأفلحوا وظفروا بالخير العظيم. لا فيما يتعلق بنشر العلم الذي يبقي للناس التوحيد الصحيح، ولا فيما يتعلق بعبادات الناس، كيف يصلون، كيف يتوضؤون. بعض عوام الناس يخطئ في الصلاة وفي الوضوء، أين أنتم من هؤلاء؟ سبحان الله، أين أنتم من هؤلاء؟ بالليل وبالنهار فيما مضى قيل وقال، وهذا الحاكم فعل وهذا الحاكم ترك، ماذا أفادت؟ لو أتينا للعقل ماذا أفادت؟ وأنا لا أتحدث عن هؤلاء فقط، بل أتحدث عن أتباع هؤلاء الذين يتابعونهم والذين سلموا عقولهم وأفكارهم لهؤلاء. كم للأمة 5 سنوات أو 6 سنوات وهي الآن تخوض في فتن عمياء صماء؟ كم أولئك الذين أيقظوها وأحيوها، ماذا أفاد الناس؟ ماذا أفاد هؤلاء للمتابعين لهم؟ أين العلم الشرعي؟ الناس يقعون في الشرك، الناس يقعون في البدع. بعض الناس لا يحسن أن يصلي، لا يحسن أن يتوضأ، لا يحسن أن يحج، فإلى متى؟ فلابد من الرجوع إلى العلم الشرعي وتعلم العلم الشرعي الصحيح ونشر العلم الشرعي الصحيح. الناس بحاجة. انظر إلى البلدان التي أثيرت شعوبها على حكامها، ماذا فيها من الشركيات والاستغاثة بالقبور بالأولياء وما شابه ذلك. والله لو أن هؤلاء ركزوا في دعوة من يقع من الشرك في تلك البلدان، ركزوا على أولئك وعلموهم التوحيد، لصلحت أحوال تلك الشعوب وصلح حكامهم. وإن لم يصلح حكامهم فالشعائر كلها ستقام وأمور الدين ستقام وسيظهر الخير. لكن ما الذي جرى؟ دماء وضاع الدول وما شابه ذلك، وبقي الناس على جهلهم
وبقي من بقي على شركه، وبقي من بقي على بدعه. بل إن بعضهم يسافر تلك البلدان ويرى البدع أمامه وتكون له محاضرات ولا يتحدث عن التوحيد. سبحان الله، إذا ما الفائدة؟ تأتي إلى هؤلاء ماذا عساك أن تقول لهم؟ إذا كان التوحيد قد ضيع ماذا عساك أن تقول؟ إن تحدثت عن صلاة ما الثمرة؟ ما فائدة صلاة بدون توحيد؟ عن صيام، عن وضوء، عن معاملات، عن صدق، عن التحذير من الكذب، عن وعن وعن، ماذا سيفيد؟ فما ظنك لو أتى وتحدث عن حاله وعن أحواله وعن قصصه التي يلقاها ويراها فيما يراها، أو ما يكون في محاضراته من لمز أو ما شابه ذلك للحاكم الفلان والحاكم الفلاني؟ نحن لا نزكي الحكام، لأن بعض من الناس يظن أن الحديث عن الحكام أنهم معصومون وأنهم منزهون. لا يعتقد بذلك نسأل السلامة والعافية شخص في قلبه إيمان، فكيف بمن يحث على معتقد أهل السنة والجماعة؟ ليسوا معصومين، لكن الشرع أمرنا أن نسمع وأن نطيع ولو جاروا ولو ظلموا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. لما قال لهم سيكون عليكم أمراء ويستأثرون بذلك، قالوا ماذا تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأحاديث مثل هذا المعنى كثيرة. فالله الله بالتوحيد، وخصوصا مع وسائل التواصل انتشرت البدع وكثرت وتنوعت، والبدع بريد الشرك بالله عز وجل.